كما تشاهدون في الصورة يظهر المجاهد بالمشرح بو حفص بن محمد، وهو من مواليد سنة 1941 بالمنيعة، وهو شقيق الشاهدين بالمشرح شيخ بالمشرح علي. نحن متواجدون في حي بالمشرح أو حي الواجدة بالجهة الشرقية من بلدية حصدرة. سيد المجاهد، نحن نحتفل بالذكرى 60 لاندلاع ثورة نوفمبر. واش هي الكلمة اللي تقولها للشباب؟ وش الشباب تاع دركا اللي ما عاشوش الثورة؟ واش تنصحهم؟ واش تقول لهم؟ ما خدموش الثورة. الشباب تاع دركا تاع الاستقلال. ايه. واش تنصحهم؟ واش ننصح؟ ما عندي ما ننصح الا يسقم عليهم اللي جابت لي تبقاو ان شاء الله الله يسقم عليهم بالخير وهذا واش نقول؟ الله يفوت على الله. احنا كي جينا جايين المنزل تاع شفنا المقام تاع الشهيد اللي توفوا فيه المجاهدين، كان فيه المجاهدين بارك الله وتوفوا فيه شهيدين ظن. والله ما قعد واحد اللي نجاه والله ما كان. ايوا واش تقول المسؤولين على عليه وعلى الداموس هذا اللي شفناه في الدار تاعك؟ والله ما سالنا واحد، ما استقبلناه الاستقبال تاعك انتم من استقبلنا، والله ما استقبلنا واحد، والله ما قعد واحد اللي نجاه في المركز تاعك. كان رسمي عثماني الزيارة رسمي من العام العام ذكرى الدار هنا ذكرى أول نظام خطرات كان نوع حياتها طاح دمو سيد خدمه بحوص حق جعفر من كان اللي خدمه سطحه وعاود طاح صفت طالب السلطات باش يرموه يرموا الداموس والمقام الشهيد. والله أنا ولا أنا مش باقي ندير عليه قراض والله، أنا عايش في باقي نحلي تاريخي ولا يزيد ولا، لا يقول نبحي اسمه والله ما ينقطع، ندفنوا دفين كاع، والله لا جبت كامل بيتي، والله قال لي يا حمودي كنت والله أنت وحياتي بكرة بكرة والله يا حمودي. هم اللي انا كل بكره وعلي كان بدهم معفت عفت علي والاخر والله ما نعرف واحد فيهم. احنا ان شاء الله نتمنى من المسؤولين ومن مدير المجاهدين ومن وزاره المجاهدين يرموا هذا المقام تاع الشهيد وهذا المخبأ تاع المجاهدين، لانه على هذا راه ما كان اللي يعرف ما كانش اللي ما عرفوش ودخل الوسط، ما كانش كل مجهول والله نقول لك راه مخبي. وين كان المجاهد حسام طلع من المنيعة طلع على السبت، كان 12 مزرش على مستوى المنيعة، هو المستوى نتاعها، الشيخ هو اللي صار فيه 12 كل جينا، لا من السلاح لا من الكسوة لا من المدرام لا من تمويل صبابيط لا من أي حاجة، قمش جاي جينا ولا تخرج على البعير. بارك الله فيك. ومالي راهم موجودين ماهوش ماتوا ولا حي، واللي كان يدي القافلة حي واللي كان يدي سلاح حي واللي كان يلمد حي وكلش حي. بارك الله فيك. واش تجي حضروه هادو تحدوه قتلوه خليه ان شاء الله ما يقول لها خير ان شاء هما اللي قتلوه ماهوش سلطة حاجة الدولة حاجة جا صوروا راه تحت الوزير والله صورته تحت إشقابة صحيح الله صوروا دادة من 63 من كان مريكا وكل شيء زائد فيه أدخل في البطن اليوم تخلى البطاعة وتهوك ما له ولا مالي صح.